حداثة وما بعد الحداثة. بطبيعة الحال عندما بدأت الحداثة في أوروبا أو غرب أوروبا بالتحديد، بدأت الأوضاع تتغير بشكل متسارع، وبدأ كثير من المفكرين والفلاسفة يشتغلون على هذا الموضوع. طبعا لا أريد أن أعقد الأمور، ولكن حسب تحليلي وحسب الرؤية الشخصية لهذا الموضوع، أرى أن الحداثة هي التي اشتغلت على نزعة الأنسنة على الإنسان. الإنسان هو محور الحياة، الإنسان هو الأساس. وعندما تكلم فريدريك نيتشه وقال بموت الإله المسيحي في أوروبا، وأن الإنسان هو ثم نزل إلى الأرض وأصبح الإنسان هو الوريث الشرعي، وظهرت شخصية سوبرمان لدى فريدريك نيتشه، هي كانت مصاحبة لفترة الحداثة، ولذلك أصبح المجد للإنسان. واشتغلت العلوم وظهرت العلوم الإنسانية بشكل كبير جدا، وأصبحت أوروبا كمركز هي الأساس كشعب متطور متقدم حسب نظرتهم إليه، ثم نظروا إلى بقية الدول، أو عفوا إلى بقية الشعوب، دول الأطراف، دول الهوامش، هي التي لابد أن تخاض فيها التجارب حتى تستطيع المركزية الأوروبية أن تسيطر على الوضع. ولكن وبعد هذه الاشتغالات، وبعد ظهور الكثير من المفكرين والفلاسفة في هذا الموضوع، وعندما بدأت أوروبا تنظر إلى الشعوب الأخرى كشعوب متخلفة، شعوب هوامش، شعوب للمختبرات والتجارب لصالح الأمة الأوروبية الغربية، بعدها بفترة بدأت نزعة الأنسنة تنحدر تدريجيا، وبدأت الفلسفة والكثير والمفكرين يشتغلون لمرحلة سميت مرحلة ما بعد الحداثة. هذه المرحلة اشتغلت على موضوع أن الإنسان يجب أن لا يكون في المركز، الإنسان الأوروبي أو في غرب أوروبا. نقول أن هذا الموضوع أو مرحلة ما بعد الحداثة قالت بموت الإنسان، عندما قالت قبلها مرحلة الحداثة بموت الإله المسيحي، قالت مرحلة ما بعد الحداثة موت الإنسان، بمعنى أن الإنسان الغربي، أن المركزية الأوروبية يجب أن يتم نقدها نقدا بناء، نقدا لاذعا أيضا، حول تعاملها مع الشعوب الأخرى بطريقة هامشية، وأنها عبارة عن تجارب ومختبرات ومحاولة السيطرة، سيطرة الإنسان الأوروبي على بقية الشعوب. ولذلك كان من بين أبرز الذين تكلموا في مرحلة ما بعد الحداثة هو ميشيل فوكو في كتب كثيرة جدا، ومن أهمها كتاب الكلمات والأشياء. وطبعا هذا المفكر أو الفيلسوف الفرنسي استطاع أن يبرهن على أن المركزية الأوروبية كانت عبارة عن خداع لبقية الشعوب، ولذلك أصبحت مرحلة ما بعد الحداثة هي المرحلة الحساسة، المرحلة المفصلية التي بدأت تترك تدريجيا نزعة الأنسنة، وأصبح الإنسان خارج أوروبا، الإنسان غير الأوروبي، كإنسان بدأ ينصف نفسه أو تم إنصافه في هذه المرحلة. وطبعا كتابات أيضا إدوارد سعيد الفلسطيني الأصل، هذا المفكر أيضا اشتغل على موضوع الاستعمار بطريقة أوضحت مركزية أوروبا أو المركزية الأوروبية في موضوع الحداثة، وبالتالي أصبحت مرحلة ما بعد الحداثة هي التي أنصفت
الشعوب أو بقية الشعوب الأخرى. باختصار أردت أن أوضح هذه الفكرة كتحليل لهذين المستقبلين.